سيداتي آنساتي سادتي من الاستاد الكبير ننقل لكم لقاء القمة بين فريقي الأحمر والأبيض. الحكم واقف في نص الملعب والجماهير غفيرة، ونزل كباتن الفريق شملول باللون الأحمر وفريق بهلول باللون الأبيض، وبتبادل السلامات والتهاني. وهي دي روح الرياضة، هي دي الرياضة اللي احنا عايزينها. هم بيتبادل ورد، شيء جميل، مشاعر رقيقة وبيبوسوا بعض. هي دي الرياضة والأخلاق. ولا تشوف شملول بيبوسوا ازاي؟ بص رجله، برافو شملول. الحكم واقف فاتح مخه وبيضحك سعيد لأنه هيدير مباراة جميلة. عايزين نتفرج على الكورة بقى. والحكم طلع القرش من جيبه بيعمل بص تمام. كان اختيار الأبيض. يلا الأبيض هيبدأ المباراة. بس في شوية قرارات بسيطة بس ده بود يعني حب. الله لا 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 كده عيب. احنا لسه كنا بنتكلم عن الرياضة وأخلاق. الله بيضرب الحكم، حكم بيتضرب. معقولة؟ معقول الكلام ده؟ ازاي يا ناس؟ الكلام ده بيتذاع في التلفزيون؟ ده الجمهور المفروض يعترض على المسائل دي. كويس، معلش. حكم قدر يسيطر على المباراة، وشملول بيهدي فريقه وطلع قرش تاني من جيبه عشان القرش الأولاني ما كانش عاجب شملول. أهو عمل الطص، طار شملول، ونبدأ المباراة بقى ونتفرج على كورة. النهاردة عايزين نتفرج على كورة. دي شوية اعتراضات بسيطة مش إشكال. لا 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 والله بيضرب الحكم، حكم بيضرب، اجري حكم، حكم جري والمساعدين بيحاولوا بيغطوا عليه. ايوه لا 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 لا، امال جمهورنا هيعمل ايه لما اللعيبه يعملوا كده؟ ايوه سيطروا على الموقف، كويس كويس، والجو هدي. وهم الحقيقه هم جايين عشان يلعبوا كوره، وهنتفرج على كوره النهارده. ادي الحكم بيتفق دلوقتي مين كلام مين اللي هيمشي الاول. ادي القرش ولا بطوس. الفريق الابيض كويس، وشملول تسامح، روح جميله. لا دي تاتشات بسيطه مش اشكال. والحقيقه الشرطه قايمه بمجهود كبير علشان النهارده 90,000 يشاهدوا المباراه ويستمتعوا. حكم بص في الساعه وصفر وبدات المباراه. الفريق الابيض طلع بالكوره، اسمه ايه بيديها لاسمه ايه؟ لا ده بهلول، طلع بهلول، شملول اعترضه، فاول فعلا وفاول صريح ما فيهاش كلام. ما تعترضوش يا اولاد، ما تعترضوش. لا الحكم الله. الفريقين على الحكم. معقول الكلام ده؟ وشملول بيجي وراه، بيجي والحكم جري، الحكم جري، ده طبيعي، وضع طبيعي. الله وبيجيبه في النادي. معقول ده كلام؟ ده وضع طبيعي. الحكم مديله في جيبه، الحكم هيطلع حاجه اراهن هيطلع حاجه. لا ما طلعش، بس هو سيطر على الموقف. معلش الجماهير المفروض ترفض هذا السلوك. يلا الفريق الابيض شاط، خدها الفريق الاحمر، رجعت للابيض، خدها الاحمر تاني. الاحمر طالع هجمه مرتده، طالع لقدام. يلا ارفع الرفعه الجميله الناحيه الثانيه لشملول، عدي شملول، خدها زميله ما نعرفش اسمه ايه، لان فريق شملول ما نعرفش فيه غير اسم شملول بس. اطلع شملول، طلع شملول على الجون. في كرمشه قدام الجون فريق الابيض، شملول جات الكره تاني، هو جون، شوت، جون. يا سلام. وادي الفريق الاحمر بيتزحلق. هتشوفوا دلوقتي بيتزحلق، بصوا مش قلت لكم هيتزحلق؟ اهو اتزحلق. وشملول اهو بياخد الوضع بتاعه، هوب على العتا. الفريق ايوه عمل الدوده، وشملول ركب الدوده وماشي طالع على نص الملعب. برافو يا اولاد، جون 1-0 لصالح فريق شملول الاحمر. الفريق الابيض بيعترض، انا مش فاهم بيعترض عليه. الحكم ده قراره مش ممكن هتراجع فيه، قلنا الكلام ده كتير. يلا يا اولاد عايزين نتفرج على كوره، لغايه دلوقتي ما شفناش حاجه. الله ده رايح يضرب الحكم، لعيب. ايه ده؟ بهلول نازل بالسيف، وشملول واقف اعزل. لازم الحكم حاطط ايده في جيبه، هيطلع كتكوت، قصدي هيطلع كارت، طلع كارت الاحمر، كارت الاحمر، طرد فعلا يا حكم. هو ده. لا. جميل والله، المفروض ده سلوك لازم نرفضه، ان مش هي دي الرياضه. ايه ده؟ الواد ده بيعمل ايه؟
حياتها الرياضة. كم من الجرائم ترتكب باسمك؟